هل هناك حظوظ يعني مشاركتكم انت ويعني الاتليت تاعك نورين في الالعاب البحر الابيض المتوسط لو الاتحاديه الجزائريه لجيد تراسل الهيئه الدوليه والممثله في سواكري وماريجا وربما ايضا براف لرئيس لاكنوا يراسلوا الهيئات الدوليه ربما سيتم تخفيف العقوبه؟ الله يهديك يا صفيان، والله الله يهديك ان شاء الله. كيف هما راهم شكاو بيا، هما راهم شاكين بيا، وراني في العداله معاهم، كل اللجنه الاولمبيه كل الاعضاء تاعها كاع راهم شاكين بيا، هما يحبسوا هما ماذا بهم، انا ماذا بهم باللي بن يخلف ما يكونش كاع في الرياضه، وانا من هذا المنبر ومن خلال القناه تاعكم انا صرحت باللي انا ما نوليش الرياضه تجيده، ولا وليت الرياضه نولي كمسؤول، ما نوليش كمدرب، باسكو الحمد لله هذا من فضل ربي، الحمد لله عندي مستوى دراسي عالي، عندي مستوى رياضي، عندي بالمارس تاعي الحمد لله يا ربي، بطل اولمبي، ميداليه اولمبيه، عده مرات بطل افريقي، بطل عربي، بطل البحر الابيض المتوسط، خامس عالمي في الرياضه الجماعيه، الحمد لله عندي مستوى، انا نقدر نكون مسؤول، باش نولي مدرب وناس ما عندهمش كفاءات يحكموا فيك، سي بور سا هذا هو الغلطه اللي تصرى اللي هنا في الرياضه في لي زانستونس تاعنا هنا في الرياضه، باسكو الناس اللي عندها كفاءات وعندها مستوى رانا نشوفهم بلي راهم مهمشين وراهم ايكارتي قاعدين. والجانب الاخر تشوف انت الحرب اللي واقعه بين روسيا واوكرانيا، تشوف باللي العالم كله وقف مع الاوكران وقاطع كاع وقاطع روسيا في كل المجالات، هنا نشوفوا باللي هنا كاين نفاق، احنا قالوا لنا علاش راكم تدخلوا الرياضه في السياسه في الرياضه، وهم علاش راهم دخلوا السياسه في الرياضه، باسكو حنايا وقفنا مع قضيه عربيه مع بلد مسلمه ووقفنا مع مقدسات اسلاميه، باش تشوف باللي هنا كاين نفاق. نعم، هناك حدود يعني في تخفيف العقوبة بما أنه هناك خلط في السياسة والرياضة، بين السياسة والرياضة. يا أخي احنا قالوا احنا هم المسؤولين في الرياضة في الجزائر صرحوا باللي داروا طعن وداروا استئناف ومنا، احنا ما كان لا استئناف، ما داروا لا طعن لا استئناف، وهذا شيء مؤسف 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 جدا، باش تشوف انت مسؤولين في الرياضة ما كان لا واحد اتصل بينا، لا واحد فهمنا في الوضعيه تاعنا، والاتلت نورين فتحي تاني راهو كان في البيك، كان في في كيما نقول لك في وقت العطاء تاعو، كان في البيك راهو 30 سنه، الوقت وين كان قادر نابورت مومون تستنى منه يدير لك اون ميدا في الانترناسيونال. منذ اسبوع بطوله وطنيه لرياضه الجيدو في وهران، لماذا لم يتم استدعائكم لهذه الدورة؟ الله أعلم باينة، باسكو رئيس الاتحادية هو كان ديجا وصرح في واحد القناة باللي هو راه متفاجئ من قرار الانسحاب تاعنا، ثم صافي تيدير ثم كلش باين، واش اعتذر باين باللي ماشي راح يستدعينا ولا يكرر، وهي كان من المفروض، أنا معليش أنا مدرب ومعليش، وكان تما كان فتحي نورين هو راه من ابن مدينه وهران، والبطوله قامت في مدينه وهران، على الاقل كانوا يكرموه ويديروا تكريم تحفيزي، باسكو هو ضيع الكارير تاعو، كان من المفروض كان طوك اتحاديه مسؤوله هي الاولى على الرياضه في الجزائر، رياضه تجدوا في الجزائر، على الاقل كانوا يكرموه. نعم، عمار ونورين فتحي يستاهل كل خير. نعم عمار، اخر سؤال.